السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظرة سريعة على الماتريال. لو أنا عملت سيلكت على أي حاجة ودوست حرف الام بتظهر الماتريال، أروح مختار الماتريال اللي أنا عايزه. لو أنا عايز أغير خصائص بتاعة الماتريال ديت بدوس كليك يمين وأقول له ماتريال بروبرتيز، أو أدوس مرتين على الماتريال اللي أنا مختارها. تمام، باجي عندي اختيار من ضمن الاختيارات الجميلة اللي هو هاي سيلكشن هايلايت، بيتفلي الهايلايت بحيث ان انا اقدر اشوف الشكل فعلا لما هيتنفذ الحاجة دي هتبقى عاملة ازاي. تمام، برجع تاني الجينريك، ممكن اغير اللون زي ما انا عايز، ممكن احط صورة ريفليكشن لو انا عايز العنصر ده يعمل ريفليكشن، يعمل ريفليكشن دي ترانسبيرنسي لو انا عايز يبقى شفاف. تمام، بتلاقي اختيارات اغلبها كانت موجوده في ال 3 دي ماكس والاوتوكاد، وان شاء الله في المشروع اللي هنعمله مع بعض نبدا نشوف الاختيارات دي كلها بالتفصيل. تمام، اهيت. وممكن اجيب الماتيريال من لوك هنا، بلاقي الماتيريال اهيت assign to selection، يعني باخد اللون ده اخليه للسيلكشن دوت، يعني اخترت عنصر تاني وليكن مثلا دوت، ودوست هنا وقلت له assign to selection، خلاص العنصر ده بياخد نفس الماتيريال ديت.